إلى شرق الوطن تحيي أغلب قرى ومدشر ولاية برج بوعريريج عادة الوزاعة تحضيرا للمولد النبوي الشريف، وعينة ذلك من قريتي أيت خليفة وبو عروة مع حسام الدين بن عثمان. أغلب قرى ومداشر ولاية برج بوعريريج وقبيل المولد النبوي الشريف يحيون عادة الوزيعة، وعينة ذلك من قريتي ولد خليفة بمنطقة القبائل وقرية بوعروة ببلدية ولد دحمن. انت عاد الوزيعة في الدار زواليين، في الدار مزيان ناي، في الدار نتمور ثنا باش بكل زيت مثل. احنا اشتقنا منذ سنوات، منذ زمن بعيد، الى مثل هذه المناسبات اللي تعبر عن أصالة وتآصر فيما بين أبناء القرية. تمكن الوزيعة سكان القرى من الالتقاء مجددا وتجسد صور التكافل والتضامن، حيث يتمكن المساهم من الحصول على كمية معتبرة من اللحم مقابل مبلغ زهيد. من جانب الإنساني اجتماعي هنا يتلاقوا الناس، يتلاقى اللي ما عندهاش دراهم واللي عنده دراهم وبيدا الدوار، كاين اللي ما عندوش حال، ما شافش زعما كيما انا ما شفتش صاحبي عندي 10 سنين ولا 15 سنه ولا كل واحد وراه، بصح سي اوكازيون باش نتلاقى الناس هنايا. كوني نخدم كلوزي عاي نزل ويزكارن، نزل ولا ماذا 10 يزكارن، انا ما على حسب ثي خامين ازوالي ذيوي وريت سليك انا، واذا كيسعاني صور دين تعاوننا تسليك انت ثي خامين زواليين. وتبقى فرحة الأطفال في هكذا مناسبات هي الصورة الأبهى والأجمل.